عايزين بقى السندوتشات اللي طالعه ترند اللي هي تاكليها وتموت قوي دي. وبعد كده نفقش البيضه ديت عليه. دخلت وكسبت فيها السندوتشات دي ترند 20,000 جنيه. لازم تستغلي يا بنتي يا مساعدة افكارك المكشوفة ليهم دي وتكسبي منها، مش معقولة اضيع الفرصة دي ابدا. بس انا عندي افكار خير وافكار شر، يا ترى استغل اني واحدة فيهم وابيعها. بقى انت عايزة تبيع افكارك كمان؟ طب والله فكرة، ما انا ممكن اشتري افكارها خير واستعملها واكسب من وراها فلوس. ياه يا ستي فريدة خضيتيني، ما تقولي اي حاجة. اي حاجة؟ لا انا بقولك قولي اي حاجة يعني كلام، يعني مش تقولي كلمة اي حاجة. انت طبعا يا ام السعد بتعرفي تعملي سندوتشات الترند كلها. ايوه طبعا يا ستي فريدة بعرف اعمل كل سندوتشات الترند. طيب انا عايز اشتري منك افكارك بتاعت السندوتشات. هي البت دي كانت بتتجسس عليا ولا ايه؟ اولا يا ام السعد انا اسمي فريدة مش بت. ياه انا نسيت ان افكاري مكشوفة. خلاص يا ستي فريدة لو عايزة تشتري افكاري حطي في الفكرة 100 جنيه. ايه 100 جنيه الفكرة؟ ليه انت غالية قوي، هي 99 جنيه الفكرة الواحدة. ياه انت صعبة قوي يا ستي فريدة. خلاص ماشي، عاوزة بقى كام فكرة؟ هاتي 5 افكار يبقى كده الحساب 495. اتفضل. اثبتي بقى مكانك يا ستي فريدة عشان هنقلك الافكار. جبنا موتزاريلا على فلفل رومي الوان وزيتون وستريبس. ايه ده الله، المقادير كلها في دماغي. شكرا يا مساعد، سلام. دلوقتي بقى اقدر اشبرق نفسي بالفلوس ديت. بقولك ايه يا ام السعد؟ نعم يا ست. النهارده كنت بتقولي هتعملي فراخ مشويه ومكرونه سباكيتي. ايوه يا ست. احنا رجعنا في كلامنا، عايزين بقى السندوتشات اللي طالعه ترند اللي هي تاكليها وتموت قوي دي. بس كده من عيني يا ست. حاضر، ده انا احسن واحده في الدنيا كلها تعمل سندوتشات الترند. ايه ده؟ هحط ايه على ايه بس؟ يا نهار ابيض، ده انا بعت افكار السندوتشات كلها الفريدة ومش فاضلني ولا فكره منهم. هم ال5 افكار اللي كانوا حيلتي وخدتهم وادتني 495. هو بقى مفيش غير حاجه ارجع لها واخد افكاري منها واديها الفلوس بتاعتها. انا احسن حل بقى ان انا احاول اخترع اي حاجه، ما هي اكيد هتبقى افكاري برضو. نص كيلو موتزاريلا وربع كيلو لحمه مفرومه. ماشي حلو اهو ربع كيلو. ايه تاني؟ انت بتعملها ايه يا فريده؟ اصل في مسابقه كبيره معموله على سندوتشات الترند فانا اشتركت فيها وبكتب المقادير عشان اشتري الحاجه. ايه انت اصلا بتعرفي تقلي بيضه لما تعملي سندوتش ترند؟ ياه ده انا جيت على 100 هتشوفي. اول حاجه بقى نحط رغيف العيش ده في الزبدة. وبعد كده نفقش البيضة ديت عليه. ونقطع شوية فلفل رومي عليه. هو كان بيتعمل بالعيش ده هون ولا العيش التاني؟ انا ما عدتش فاكرة حاجة. انا هحط بقى عليه شوية سكر وشوية فلفل وهيبقى ترند برضو. اهي لو حاجة ما حصلتش تبقى حصلت. جاهز يا ست. اللي انت عامله ده؟
ده سندوتش ترند يا ست. ده سندوتش ترند؟ يمكن ده سندوتش الترند اللي بيتريق عليه. ليه؟ هو السندوتش مال؟ انت كده باين عليك خلاص ما بقيتش تعرفي تعملي اي سندوتشات. اصل بقى كده يا ستش بصراحة ستش فريدة اشتريت مني افكار السندوتشات كلها اللي انا كنت اعرف. وحد برضه يا ام جهل يبيع افكاره؟ الافكار دي بتبقى ملك البني ادم ما ينفعش تبيعيها. خلاص يا ستش اول ما ستش فريدة ترجع هديها فلوسها واخد الافكار بتاعتي تاني واعملك منها احلى سندوتشات واحلى اكل. الله على الافكار اللي بتكسب واحد ملايين دي. انت صحيح يا فريده اشتريتي افكار المساعد بتاعت السندوتشات كلها وكسبتي كمان من وراها فلوس؟ ايوه يا ماما انا اشتريت افكارها ب 495 في 495 دول دخلت بيهم مسابقه والمسابقه دي دخلت وكسبت فيها السندوتشات دي ترين 20,000 جنيه. خلاص فريده اشترت وانت بعتي، لكن هي شغلت دماغها، ده الفرق اللي بينك وبينها، وكسبت من ورا الافكار، انما انت طمعتي يا طماعه، واكيد مش هنحتاجك طالما الافكار دي بقت مع فريده ومش معاكي، وهتمشي وتسيب البيت. لا لا مش هبيع افكاري تاني. خلصت حلقتنا النهارده والجايه ميعاد اللايك، كل انت دلوقتي يعمل لايك للحلقه دي. انا بشكر اصدقائنا اللي جاوبوا صح الحلقه اللي فاتت، حور احمد ومونيكا صبري وسلمى ولمياء حالي وعمر الشناوي. ما تنسوش بقى تقولولي فريده دفعت كام للمساعد وكسبت كام في المسابقه. نشوفكم بخير.